الفئات الممنوعه من تلقي اللقاح، مفيش فئه معينه ممنوعه من تلقي اللقاح، بالعكس احنا بنشجع الناس انها تقبل على اللقاح. لكن الى الان مثلا في مصر احنا لم يتم جواز اللقاح للفئه اقل من 12 سنه لغايه ما يبقى في اطمئنان اكتر ونبدا نطبق ده على ارض الواقع للفئات العمريه الاصغر. مثلا في حالات بقى اكسبشنال زي مثلا او حالات استثنائيه، خليني اقول الحالات مثلا اللي في فعلا تاريخ ان في حساسيه شديده او حساسيه للتطعيم، تطعيمات مشابهه او لمكونات التطعيمات المتاحه للكوفيد 19 فاكسين، او حصل بالفعل تفاعلات حساسيه مثلا مع الجرعه الاولى، فبنبدا ساعتها نقول ان في حساسيه من اللقاح. لكن خلينا نقول ان دي حالات استثنائيه، حالات نادره، حالات بيتم تقييمها داخل مركز اللقاح نفسه. فانا مش عايزه ننساق قوي ورا الشائعات ورا المعلومات المغلوطه في النقطه دي، لان هو ببساطه انا لما بروح اتوجه علشان اخد اللقاح بيتاخد مني تاريخ مرضي مفصل والادويه اللي باخدها وحالتي الصحيه عامله ازاي، ونقدر نحدد ان انت يعني eligible او ان انت تقدر تاخد اللقاح. عايز أكد برضو في النقطة دي إن الفئات المستهدفة دايما هي الفئات العرضة أكتر للخطورة، حتى في البداية كنا بنقول كده في الأول، أو اللي هي بتقبل. إحنا إلى الآن في حالات متقدمة في السن، في حالات عندها سكر أو ضغط أو أمراض قلب أو أكتر من مرض مزمن ولم تقبل على اللقاح. الحقيقة نسبتهم قليلة وبتقل مع الوقت، لكن إلى الآن في بعض الحالات كده. خليني أكد لهم انتوا المستهدفين اكتر من اللقاح، انتوا اهم فئه محتاجين ان انتوا تقبلوا على اللقاح في اسرع وقت، علشان عوامل الخطوره دي لا قدر الله بتسبب يعني زياده في خطوره لا قدر الله جالنا كوفيد 19 ان احنا ندخل مستشفى او ان احنا نحتاج رعايه مركزه. ففكره مين بيحدد اني انا محتاج ان انا مستثنى او مستبعد من اعطاء اللقاح، دي حالات نادره، حالات استثنائيه، اللي بيحددها هو المركز المسؤول عن اعطاء اللقاح بعد التاريخ المرضي، بعد ما بياخد كل بيانات التاريخ المرضي وبيقيم الحاله الصحيه بالتفصيل.